بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام، أحييكم اليوم من منبر الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للدرن والذي يوافق يوم 24 مارس من كل عام، حيث قامت كلية الطب البشري بالجامعة الليبية الدولية بإحياء هذا اليوم وخصصت حلقة خاصة إن شاء الله للحديث عن مرض الدرن. إن شاء الله حنتحدث بشكل عام عن مرض الدرن، حنتعرف عليه، ما هو المرض وكيف ينتقل وما هي أعراض هذه المرض وما هي سبل الوقاية والعلاج من هذا المرض. بداية، ما هو مرض الدرن؟ مرض الدرن أو بما يسمى مرض السل، يعني هناك الكثير من الناس يعتقدوا أن مرض السل هو مرض مختلف عن مرض الدرن، ولكن في الحقيقة هما الاثنان يعني نفس الشيء. هو مرض شديد العدوى، يصاب به شخص سواء إذا كان شخص بالغا أو طفلا. السبب الرئيسي لهذا المرض هو نتيجة للإصابة بعدوى بكتيرية تسمى بكتيريا الدرن المتفطرة، ويصيب مرض الدرن في الغالب الرئتين. ولازم احنا ننوه ان مرض الدرن مش للرئتين بس، هو في الغالب يصيب الرئتين، ولكن من الممكن جدا انه يصيب اعضاء اخرى في جسم الانسان، على سبيل المثال الطحال او الكلى او الدماغ وما الى ذلك، وان شاء الله حنتحدث عليهم لقدام بشكل مختصر. يعتبر مرض الدرن من الامراض الاكثر عدوة في العالم، حيث ان في كل عام يصاب حوالي 10 ملايين شخص ويموت حوالي 2 مليون شخص نتيجة الإصابة بهذا المرض. حنتكلم شوية إن كيف تنتقل العدوى وما هي الأعراض المصاحبة لهذا المرض. العدوى تنتقل بالشكل الرئيسي من الشخص المصاب عن طريق الهواء، أن الشخص المصاب يطرح البكتيريا عن طريق الهواء. وكيف يطرح الشخص المصاب هذه البكتيريا عن طريق الهواء؟ من خلال التنفس أو السعال. أن الشخص المصاب بهذه البكتيريا ممكن يكح، نتيجة والرذاذ متاع الكحة ممكن يكون ملوث بهذه البكتيريا، أو أنه يعطس يلاك أو كذا. فعندما يستنشق الشخص هذه الجراثيم من خلال الهواء الملوث بها، فإنه في الغالب يحتاج أن تكون مدة الاتصال مع المريض مباشرة ولمدة طويلة، فيصاب الشخص بالعدوى ولا ينتقل الدرن من خلال المصافحة أو التقبيل أو مشاركة الطعام والشراب أو استخدام دورات المياه. كثير من الناس المصابين بالعدوى لا يمرضون على الفور، حيث تكون البكتيريا خاملة وفي حالة غير نشطة، وقد تستمر هذه الفترة لأشهر أو سنوات، أو ممكن أن تستمر طول حياة الإنسان، وربما تنشط في وقت لاحق، وعندها تبدأ أعراض المرض بالظهور، وهي كالآتي. الأعراض العامة للمرض هي التعب والتعرق في الليل وصعوبة في التنفس وسعال حاد مصحوب الدم، يعني تقدر تكح والكحة هذه فيها دم، وحمى أو حرارة وفقدان في الشهية أيضا وفقدان في الشهية وفقدان في الوزن. وإذا أصابت العدوى أعضاء معينة في جسم الإنسان، مثلا لو أصابت العدوى الرئتين، من الممكن جدا أن تتسبب في السعال لمدة 3 أسابيع أو أكثر، والسعال هذا حيكون مصحوب بدم، وأيضا حيكون هناك آلام في منطقة الصدر، وحيكون هناك صعوبة في التنفس أو دهشة. أما إذا أصابت الكلى، إذا أصاب مرض الدرن الكلى، حيكون هناك دم في البول. وإذا أصابت الطحال ربما حيحدث ألم شديد في منطقة الظهر، وإذا أصابت الغدد الليمفاوية يحدث تورم وخروج شديد أو تقيح من الغدة الليمفاوية المصابة. وأخيرا إذا أصابت الحبل الشوكي فإنه يحدث صداع وحمى وصعوبة في حركة العنق أو الرقبة يعني ونعاس. وبهيك نكون تعرفنا بشكل عام ما هو مرض الدرن وكيف ينتقل هذا المرض وما هي الأعراض المصاحبة لهذا المرض. زميلي عبد الخالق إن شاء الله حيتكلم لنا عن طريقة الوقاية من هذا المرض واللقاح والأعراض الجانبية للقاح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. استكمال لما قدمه لنا زميلنا حاتم، نحب نحكي توا على اللقاح والأعراض الجانبية للقاح وسبب الوقاية من المرض.
طبعا بالنسبه للقاح في فئات معينه من الاشخاص نقدر نعطيهم لقاح ضد هذه العدوى. الفئه هذه تتمثل في الاطفال حديثي الولاده او الاطفال اللي عندهم صله باشخاص مصابين بالمرض او الاشخاص العاملين في مجال الرعايه الصحيه او المتواجدين بشكل يومي مع اشخاص مصابين بالمرض زي الاطباء والمناوبين في المستشفى. وفي اشخاص غير قادرين على تلقي اللقاح ضد العدوى منهم حديثي الولاده لاشخاص مصابين بالمرض او في حاله وجود حساسيه لاحد مكون مكونات اللقاح او اطفال الغير متحصلين على التطعيمات او الاشخاص اللي عندهم ضعف في جهاز المناعي يكون عندهم جهاز المناعي تاعهم ضعيف بسبب مثلا امراض زي السرطان او العلاج الكيميائي بسبب السرطان او زراعة الاعضاء او مرضى الروماتيزم والصدفية. طبعا اللقاح عنده اعراض جانبية بسيطة تتمثل في تورم واحمرار وظهور شوية حرارة في مكان موضع الحقنة. في الغالب تزول هذه الاعراض في خلال يومين الى ثلاثة ايام. مرة تجد في بقعة في مكان الحقنة ممكن تجد العلامة هذه لمدة أسبوع أو ستة أسابيع بعد تختفي بشكل طبيعي. وفي أعراض من نادر أنها تبان على الشخص المتلقي اللقاح منها صعوبة في تحريك الذراع أو ظهور علامات حسية حادة مثل صعوبة في التنفس أو تسارع في نبضات القلب مع تورم في الوجه وتورم في الحلق. طبعا شو الحاجات اللي نديروهن أو الإرشادات اللي نلتزموا بهن عشان يحمي واحد يحمي الشخص بها نفسه من المرض؟ عندك مثلا التهوية الجيدة للمنازل وأماكن العمل والنظافة الشخصية ونظافة المسكن، هذه تقدر تقينا من إصابة المرض. الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية، الحرص على تلقيح الأطفال ضد الدرن، والابتعاد عن الأشخاص المرضى أو المصابين بالمرض وعدم الاختلاط بهم. وفي الختام نحب نهني جميع اخوتنا الليبيين بشهر رمضان المبارك. ان شاء الله ربي يجعله شهر خير للبلاد والعباد ويحفظنا من الوباء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.